بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا بنتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية شيخي. الله يعافيك يا بنتي. هاي هي الحرمة شيخي. روح أبو مرزوق شوف شغلك. الله يعطيك العافية. بدك مني شيء؟ الله معك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شرفي بنتي شرفي. شو وصلك؟ والله يا شيخي أنا عم دور بالحارات وأسأل عن رجال ختيار وأهمة. كان عم يبيع مشاط وخيطان ملاحف ونكاشات بوبور. كان معه بنت صغيرة. والبنت الصغيرة اللي كانت معه قديش عمرها يعني؟ 5 سنين شيخي. والرجال الأعمى والبنت الصغيرة شو بيكونوا لك يا بنتي؟ الرجال الأعمى بيكون والدي، والبنت الصغيرة اللي كانت معه بتكون بنتي وردة. بنتك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وليش كانت الصغيرة مع الوالد؟ بنتي عايشة مع جدها من سنة وشوي. بينت والله رضيان عليك يا بنتي. وهداك بسرعة لمطرح ما ضيعتي بنتك وتوفى فيه الوالد الله يرحمه. أبي توفى. تعال تعال تعال. لا تنبضي رح تروحني على وشي شباب. صلاحت محمد حط لي منخارك على هذا الباب وشمله شو. ايه والله في ريحة قوية. ما هيك هاي ريحة أبو محمود. والله أبو محمود لك قصدي ريحة نفطيسة طالعة من جوات البيت. مظبوط. ايه والله في ريحة وريحة أمتي عليك يا أبو محمود. ألف رحمة ونور تنزل عليك. الله يرضى عليك يا أبو سعيد. روح الدار للشيخ عبد العليم او حدا من عضوات الحاره يجيب الشوفه. على راسي. ولي حرامتي عليك يا محمود. والله مربطه ايدي يا فريال ومالي عرفان ايش بدي ساوي. مشان الله خليني اشوفها ولي على قلبي عليها. ذكرتني بوعتي بعد حبلتي الثانيه تنذكر وما تنعاد. ما تعمينا راح ادور على مزيكي. ايه تعبريني لا تطولي. تفضلي فريال. تفضلي هدى. خدي خلي معك سعاد ادور على مزيكي. تقبريني يا لطوف ما ترجعي بدونها. ايه الله يوفقك. كل نفس ذائقة الموت فطولي بالك وصلي على النبي يا بنتي. الوالد توفى بالحارة ودفناه حسب أصول الشرع والدين، والبنت موجودة بالحفظ والصون. بس أنا ما عرفت ليش تركتي بنتك مع جدها كل هالفترة. ما بخفيكي سر يا بنتي، سألناها للبنت وقالت لا بتعرف أمها ولا أبوها. أنا يا شيخي جوزي توفى وتجوزت واحد تاني كمان عنده أولاد، وأبي الله يرحمه ما هان عليه أنه تتربى وردة عند رجال غريب، فأخذ معه هو يربيها. وأنا ساكنة بعيدة عن الشام، ومن يوم ما تجوزت ما زرته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرفي معي يا بنتي حتى تطمني على بنتك وتستلميها من الجماعة اللي حطيناها أمانة عندهم. يا رب. أبو مرزوق الحقوا بسرعة. أبو بدر طالب واحد من عضوات الحارة. خير إن شاء الله. شو في؟ عم يقول أبو محمود مقتول وملحوش ببيته وطالع ريحته. شو الحكي؟ أبو محمود يا بيبي؟ روح خبر مأمون بيك. مأمون بيك ماله فاضي. تعال روح معي لكان حتى نكسر الباب وشوف شو اللي صاير جوات البيت. أنا ما دخلني، ما بكسر الباب ولا بطيخ. روح دور على حدا من عضوات الحارة وخليه يروحوا معه. يلا. الله يرحمك يا أبو محمود على هالموتة. لا على البال ولا على الخاطر. أنا الشيخ عبد العليم يا بنتي، افتحي الباب. يو شو بده الشيخ عبد العليم منا؟ والله يا شيخي أبو بدر ماله هون، إذا بتنطره تكة بيرجع. طيب طيب يا بنتي افتحي الباب معي. شيخ عبد العليم أنت مطلوب لأمر ضروري قدام بيت أبو محمود. خير شو في؟ عم يقولوا أبو محمود ميت ببيته وريحته فايحة لبرات البيت وبدنا يفتحوا الباب عليه وضروري تكون أنت موجود قدام البيت. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب طيب روح أنا لحقك. يلا خاطر يا بنتي أم بدر. مر شيخي افتحي الباب لهالحرمي. عم تقول انه هي امها للبنت يلي جدها توفى عنا بالحاره من مده. قولي على قامتي على هالخبري. قولي على قامتك على هالمصيبه يا فوزي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا شيخي. بس خليها تنطرني تك الله يخليك. شو بدي اسوي؟ استنيها هون يا بنتي هلا بتفتح لك الباب مشان الله ما تاخذيني. مثل ما شفتي عندي شويه امور مستعجله. كتر خيرك شيخي عزبتك معي. ولا همك يا بنتي. وامتى ما حبيتوا خبرونا مشان دلكوا على قبر المرحوم ابوكي مشان تقروا له الفاتحه. واذا حبيتوا بعد كم سنه تنقلوا رفاته على مقبره ثانيه بتخبرونا. السلام عليكم. الله معك شيخي. الحمد لله يا ربي. تعبي ما راح الفاضي ولقيت بنتي الضايعه. الحمد لله يا رب. الحمد لله. وردي بدر يا مو الله يحن عليكم. ما بدي اشوف وشكم بارض ديار بالمره. ليش يا مو بدك تحبسيني؟ والله ما عملنا شيء انا وبدر.
شو احبسكم ما احبسكم؟ تقبريني انا خايفه عليكم ولك امي، ما بدي اياكم تطلعوا لبرا لانه في وحده عم تخطف الاولاد، انا رح اقفل عليكم الباب، لا تخافوا، ايه؟ تقبروني. ما رح نطلع برا مثل ما قالت امي، مو هيك؟ برا ما بتعرف انه في خطافه؟ اه تعال نكمل اللعبة. يا ميت اهلين وسهلين، تفضلي اختي تفضلي. اهلا وسهلا، مشان الله ما تواخذيني، ما فتحت لك زغري باب سقاط، لاني كنت بالتفريعه وما حلوه افتح بالتفريعه يعني مثل ما بتعرفي. ولا يهمك، وين البنت وينها؟ اه اي اهلا وسهلا، لك تفضلي تفضلي تفضلي. يا اهلين يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. والله مزبوط يا جماعه، في ريحه قويه طالعه من البيت. لك يا جماعه ابو محمود صار له فتره طويله غايب وما حدا منا استفاده. انا كنت عم بتفقده كل يوم واسال عنه، وانتو تقولوا لي انه راح لعند بنته على دومه. الله يرحمك يا ابو محمود على الموت اللي بدك. طيب يا جماعه اكسروا هالباب، خلينا نشوف شو صاير جوا. طولوا بالكم يا جماعه ليجي الشيخ عبد العليم طالما صار عنده خبر. خير خير يا جماعه، شوفي شو سمعت اللي سمعته. ابو محمود يا شيخ عبد العليم مات وعفن وطلعت ريحته، تعزم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اكسروا الباب يا جماعه، خلينا نشوف شو القصه. بلا اختي مزبوط، نحن اخذنا بنت كانت مع جده وجده مات هون بالحاره، بس ما قلتي لي شو كان اسمها. قمر. قمر؟ الحمد لله يلي عندنا ما اسمها قمر. بعرف يا اختي، بس ابي الله يرحمه كان ينادي لورده. اه ايه، بوس ايدك يا اختي، بوس ايدك خليني اشوفها، والله قلبي لطف عليها، ما تركت حاره بالشام ولا صائل لما دورت عليها. ويا على قامتي إن شاء الله. دقيقة لفيقة. شو أعمل يا ربي؟ شو أعمل؟ من وين طلعت لي هالمرة هلا؟ من وين؟ مستحيل خليها تاخد وردة، وشو ما بده يصير يصير. الحمد لله رب العالمين، ما طلع هو. يا جماعة ما في شيء، قطفت صاني بأرض ديار وطالع ريحتها. عجبك أبو بدر، هي خليتها نكسر باب الزلمة. غريب، وين بده يكون راح يعني؟ أكيد راح لعند واحدة من بناته. لا، كل هالقصة ما خلطت وسطي. لف أبو بدر، شباك. يا جماعة حدا ينادي لنجار يصلح الباب. عجبك أبو بدر، هي شغلتنا شغلة ما لها طعمة وقطعت وسطنا. حول ولا قوة إلا بالله. عرفت علي؟ يعني ولا حسدت هذا الحكي، ولا حسدت انه ابو محمود راح لعند وحده من بناته حتى لو قال لي هو بلسانه، لكن الرجال ما له حال يمشي خطوتين. فرقت عن الكب حنتور وراح لهنيك. حنتور؟ حبيبي والله. يا ربي سامحني سامحني، يا مو بدر مثل ما فهمتك لا بتحكي ولا بتضحك، فهمت؟ ايه بس خايف تخطفني. وليش بدها تخطفك يا بعدي؟ مو انت هي خطفت ولاد؟ لا تخاف امي لا تخاف، ما راح تخطفك، بعدين انا قاعده معك، فهمت؟ تقبريني ورده ما بتطلعي برات هالاوضه، اوعيك ها؟ يلا مثل ما قلت لك لا حس ولا انس من تمسكك. تعي امي تعي. ايه اختي هاي هي البنت اللي عم تدوري عليها؟ طلعي فيها منيحة. لا يا اختي هي مو بنتي، هاي هي اللي عنا. روحي امي على الاوضه، روحي روحي تقبرين. ويا على قامتي شفتي هالمسكينة خرسة وما بتنطق بحرف، ونحن سميناها بالصدفة وردة لأنها حلوة ومربربة. الله يرجع أهلها بالسلامة وياخدوه، والله وكيلك الأمانة صعبة صعبة يا أختي. والله معك حق يا أختي، بس هاي مو بنتي، بنتي أصغر من هيك بكتير. على كل يا خانم أنا عذبتك معي، كتر خيرك. لك شو كتر خيري؟ ما والله ما ضيفتك شي لسه، وين رايحة؟ خيرها بغيرها إن شاء الله. يلا بخاطري. إيه دقيقة، ما قلتي لي عندك أولاد غير هي البنت اللي عم تدوري عليها؟ إيه عندي، عندي صبي بنت من جوزي الجديد، كمان هو عنده 3 أولاد. الحمد لله الحمد لله، ليكك عندك أولاد بينسوك إياها. انسيها انسيها، أنا لو مطرحي بنساها. يلا في حدا بينسى أولاده يا خانم؟ رح ضلي طول العمر دور عليها. أهلين يا أبي، أهلين. الله يرضى عليكم. فهمت اليوم إنه فات على بيتنا خطفت أولاد؟ خطفت أولاد؟ شو صاير فوزية؟ مو صاير شي، مو صاير شي. تقبرني وينك لهلا؟ وينك لهلا على غير العادة؟ أما صارت لك معنا اليوم قصة يا فوزية؟ لك تعمل يا بدر، خذ الخبزات على المطبخ يلا وديهم. أما يا فوزية اليوم قامت الحارة وما قعدت مشان أبو محمود،
فكرناه ميت وطالع ريحته بالبيت. طلعت قطة فطساني. شو وين السفرة؟ لسه ما فطرتوا؟ لسه ما تكورتنا، ما تدولقنا، ما تسممنا سم الهاري، عم نستنى حضرة جنابك يا بعدي لحتى تجيب لنا الخبزات. شو بك فوزية؟ ما تحطي كس السفرة؟ والله عصافير بطني عم تزقزق، سامعك ياهم؟ يي يي شكل من ريف عينك يا بعي، وعم تنكت كمان يا بعدي، ناقصني أنا لأنه، ناقصني! آخ يا راسي آخ، لك آخ على هالجوازة، يبليني بدي ساعات وافقت عليك. نيه؟ والله يوم فوزية مالي على بعضها. وردة، تعي لقلي. شو قصتها هي المرة اللي عم تخطف أولاد؟ كانت عنا بالبيت ولولا أمي ما لبست بدل أو عبان كانت الخطافة خطفته. خطافة خطفته؟ منيح اللي ما كنت هون.